عودة للوراء مثل سعيد لعودة الانتخابات لا العودة للعشرية التي أتت به للنور. هذا ملخص كلمة السيدة هدى. سيدة زياد حتى نختم معكم. فعلا هو قيس سعيد ليس لديه مشكل مع الرجوع الى الوراء، وشاهدناه يعني في اقرب مثال يعني بعد التصريحات العنصريه الكارثيه على تونس والشعب التونسي ضد الافارقه عاد الى الوراء يعني بدون اي اشكال. وشاهدنا في بعض المواقف الخارجيه قيس سعيد سريعا ما يعود الى الوراء، وشاهدنا ايضا رجوعه الى الوراء المذل بخصوص السفير الامريكي الحالي الذي قال لن يستقبله و و و ثم لما عاد استقبله من باب المطار، يعني من باب المطار الى قصر قرطاج وادى اليمين على عكس بعض السفراء. يعني مثال السفير المغرب قعد قرابه السنه في تونس ولم يؤدي اليمين وعاد الى بلاده. يعني قيس سعيد أسهل شيء لديه هو الرجوع إلى الوراء، ولكن متى قيس سعيد يكون متمرد يعني متمترس ولا يعود للوراء؟ ضد فقط الشعب التونسي وممثلي الشعب التونسي فقط، ما دون ذلك قيس سعيد يعود للوراء وأحيانا يستدعي أقذر ما في هذا الوراء ويأتي به الحظر. قيس سعيد عنده نظام الماكيافيلي، هو يعني ما عندوش حتى مشكل في أي طريق يسلكها حتى يبرر يعني الهدف نتاعو، يستعمل اقذر الوسائل، التهم، القضاء، المحاكم العسكريه، العنف المفرط، الكذب، التشويه، هتك الاعراض. شفنا كيفاش هتك عرض يعني قاضيه، هو مستعد يستعمل اقذر الاسلحه حتى يبقى في مكانه. نعم، حتى نختم اذا هذا نذكره ببلاغ البرلمان الأوروبي اليوم اللي صوت بأغلبية ساحقة ضد قرار سعيد وطالب بإطلاق سراح الصحفيين والنقابيين والسياسيين المسجونين. كذلك نذكر ببلاغ على الأقل الخارجية الأمريكية أشارت إلى إشارة إلى قلق الولايات المتحدة المستمر بشأن إضعاف المؤسسات الديمقراطية وتبقي على التمويل فقط للمجتمع المدني. هذا أهم ما ناقشناه في حلقتنا مع ضيوفنا هدى منصوري عضو المكتب التنفيذي للحزب الجمهوري، سيد زياد الهاشمي القيادي بتلات الكرامة، والسيدة فاطمة كمون الناشطة النسوية والحقوقية. هكذا نأتي إلى ختام حلقتنا المباشرة، نلتقي غدا بداية من الساعة 8:30 مساء بتوقيت تونس. في أمان الله.